اللي غيرته الأمومة بحياتي إنه اكتشفت سايد مني ما كنت أعرفه أبداً، وقديه ممكن إنه أعطي وقديه ممكن إنه أحب أكثر. فهيدا أحلى شيء عندي بالأمومة. أنا ما بقى أطمح إنه أمشي فاشن شو. لما مشيت دولتشي جابانا فاشن شو لأنه I was representing my region، ولما مشيت مع نايومي كامبل كان for a charity and it was an honor for me. بس أنا I like to focus on what fashion designers create وشو بيصير بالباكستيج. هيدا شيء منه هين أبداً، بس بعالم اليوم الواحد بيقدر إذا كان عنده المساعدة المضبوطة بالبيت وبالشغل with the right team, the right people by your side, you can do it and it's all about balance. لا لأنه بعرف اختار شو حط على السوشيال ميديا وقدرت عن جد لقي البالانس المضبوطة، والحمد لله I have the full support of my husband. أحلى ترند عندي هي الألوان والشيمرز، لأنه it's a colorful summer, it's a fresh summer, it's a happy summer. كانت سنة كتير فيها شغل وضغط، وحابة إنه استقبل الصيفية على هيدا المود. ما بعرف maybe. الرسالة اللي بدي أقول ل all the women out there إنه أهم شيء to come together and unite و always empower each other. نحن هون بكل المجالات بالعالم في محل للكل، في كل واحد يقدر يوصل، كل واحد بيقدر يحقق أحلامه إذا you stay authentic and real and true to yourself. And the more you empower each other, the more you can reach, and the more your energy is beautiful, the more you will attract beautiful things.